بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشمس والقمر. القمر هو جسم بارد يعكس الشمس التي تعتبر متوهجة وتبث الحرارة والضوء. القمر يعمل مثل عاكس لنور الشمس باتجاه كوكب الأرض. هذه الحقيقة علمية لم يكن لأحد علم بها زمن نزول القرآن، حيث كان الاعتقاد السائد أن الشمس والقمر يبثان الضوء دون تمييز بينهما. والعجيب أن القرآن وصف لنا بدقة مذهلة الشمس على أنها سراج وهاج، وصف القمر أيضا على أنه نورا. يقول تبارك وتعالى عن القمر: والقمر نورا، سورة ياسين آية 5، وهذا وصف دقيق من الناحية العلمية. ويقول تبارك وتعالى عن الشمس: وجعلناه سراجا وهاجا، سورة النبأ آية 13. وبالفعل ثبت أن الشمس تشبه السراج الذي يحرق الوقود ويبث الضوء الحرارة. ولا نملك إلا نقول سبحان الله والله أعلم.